صباح الخير واهلا وسهلا بحضراتكم وتغطية اخباريه جديده تاتيكم من تلفزيون اليوم السابع. الطقس متلخبط جدا والناس مش فاهمه حاجه، تصيف ولا تشتي؟ طب لو هتشتي على اساس ايه والدنيا حر اصلا؟ احنا في تلفزيون اليوم السابع هنحاول نعرف ايه اللي بيحصل من خلال هذه التغطيه اليوميه لحاله الطقس وكمان درجات الحراره وتطورات ظهور الشبوره الكثيفه على الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، واللي أدت لغلق العديد من الطرق. كمان هيئة الأرصاد توقعت أن تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة، يعني احنا ممكن في شهر اثنين ودرجات الحرارة مرتفعة وبتستمر كمان في الارتفاع، فعايزين نفهم ايه اللي بيحصل وايه اللي بيؤدي الى هذا الارتفاع في درجات الحرارة. عشان كده مشرفنا دايما دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الارصاد عبر الهاتف. صباح الخير يا دكتور واهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا استاذ، اهلا بحضرتك يا فندم وكل مشاهدي اليوم السابع. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور. يعني خلينا يا دكتور نبتدي من الشبوره الكثيفه وابرز المناطق اللي تاثرت، وكمان هل فعلا الساعات القادمه تشهد ارتفاع في درجات الحراره ولا هيكون ايه الوضع بالظبط كمان خلال ساعات الليل؟ هو طبعا احنا ملاحظين ارتفاع درجات الحراره من الايام اللي فاتت، وكانت اعلى من المعدلات من 5 ل 6 درجات وفقا للبيان اللي اصدرته الهيئه العامه للارصاد الجويه الخاص بدرجات الحراره. فقلنا ان درجات الحراره دي مستمره معانا في هذه المعدلات من الارتفاع لغايه يوم الخميس، وبدايه من الجمعه هتبدا تعود درجات الحراره الى المعدلات مره اخرى وتنخفض حوالي من 2 ل 3 درجات عن يوم الخميس. فبالاضافه الى كده قلنا ان في صوره تكون سبوره مائيه كثيفه احيانا على بعض الطرق. الايام اللي فاتت كانت السبوره كثيفه، لما بدات تتغير الكتل الهوائيه ومصادرها قلنا ان السبوره ممكن تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق، وده حصل بالفعل النهارده خاصه على كان موجود على السواحل الشماليه، وتم غلق طريق اسماعيليه الصحراوي فنتيجه كثافه الشبوره، ولكنها برضو اقل كثافه من بدايات الشتاء اللي شفنا فيه الضباب وغلق الطرق اللي استمر ساعات طويله. الحمد لله خلال هذه الفترة برضو خميس وجمعة من المتوقع برضو استمرار تكون الشبورة الكثيفة أحيانا على بعض الطرق. هنكون حذرين جدا أثناء القيادة، لو ما عندناش مشوار الصبح بدري يفضل القيادة على الطريق السريع بعد الساعة 9 صباحا يكون أفضل، هتتحسن الرؤية تماما. الطريق ما بيتقفلش مدة طويلة زي ما كنا بنقول قبل كده، 8 صباحا 9 صباحا نبدا نتحرك. اللي مضطر يخرج بدري يحاول بقدر الامكان يلتزم بتعليمات الاداره العامه للمرور بخصوص السرعات. طب يعني حضرتك يا دكتور ذكرت انه النهارده هيكون في ارتفاع في درجات الحراره وبدايه من غد الجمعه ستبدا درجات الحراره في الانخفاض، مظبوط كده يا دكتور؟ هو طبعا الاربعاء والخميس لسه درجات الحراره برضو اعلى من المعدلات، هو طبعا تحسن عن امبارح وقبل امبارح بس لسه اعلى من المعدلات، هنقول برضو 26 و24 و25 لسه ده كل ده اعلى من المعدلات، لما بدايه من يوم الجمعه باذن الله تنخفض الى 22 درجه مئويه ثم 21، يعني هيبقى تحسن في الاحساس بدرجات الحراره يعني بدايه من بس الانخفاض برضو بدايه من يوم الجمعه مش هيبقى كبير جدا، يعني ممكن يبقى بس درجتين. لا مش انخفاض جديد، ولكن نعود لطبيعه جو الشتاء اللي بيميل للدفء خلال فترات النهار ومعتدل احيانا، ونرجع نقول من بارد لشديد البروده في فتره الليل. ده يوم الجمعه ولا بالنسبه للاسبوع المقبل كله؟ لا بداية من يوم الجمعة، جمعة وسبت بداية من يوم الجمعة وعلى مدار الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب يا دكتور إيه نصايح حضرتك والهيئة للمواطنين للتعامل مع طقس اليوم وحتى الأسبوع المقبل؟ طبعا الهيئة العامة للأرصاد الجوية دايما بتحاول تنصح المواطنين بمتابعة النشرات الجوية اللي بتصدرها الهيئة العامة يوميا للتعرف على كل ما هو جديد في حالة الطقس وفي التوقعات. بس أكيد في ناس هتخفف بقى الملابس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حضرتك تقول لهم إيه؟ يعني خلاص احنا تحدث الخفاف مرة أخرى، فاللي غير نوعية الملابس يحاول بسرعة يرجع للملابس الطبيعية الثانية بتاعته. واللي لسه ما خفيش ومستني على أمل إن درجات الحرارة تنخفض تاني بنقول له بالفعل درجات الحرارة هتنخفض خلال الأيام القادمة. طيب هل الناس يا دكتور تتحرك بشكل طبيعي على الطرق ولا هيكون السبورة كثافتها عالية وهيكون في رياح كده؟ حضرتك قلت ابتداء من الساعة 9. يعني لسه حاجة
لك تخصيصها ويك اند ومفيش اعمال يوميه تضطرينا للخروج بدري، انما لما مضطر يخرج بدري تحاول بقدر الامكان الهدوء الشديد في سمات السياره، يلتزم بالتعليمات خاصه بالسرعات، القياده بهدوء شديد طبعا على الطرق، ولو بدات الرؤيه تنخفض بشكل كبير لوقت ذروه انخفاض الرؤيه يحاول بقدر الامكان يلتزم ويلزم الجانب الايمن من الطريق وينتظر قليلا لحين تحسن الرؤيه. طيب احنا ممكن نشوف شتاء جامد يعني زي ما كنا بنشوف يعني خلال الايام اللي فاتت، ايام بقى العواصف والتحذيرات اللي حضراتكم كنتوا بتحذروا منها، ولا خلاص يعني ممكن نعتبر انه الشتاء كده بينتهي؟ نقول ان الشتاء انتهى، لسه فاضل اكثر من شهر على نهايه فصل الشتاء، تحصل تقلبات جويه مره اخرى. على سبيل المثال احنا شفنا السنه اللي فاتت فصل مارس كانت قبل نهايه فصل الشتاء بايام قليله وكانت حاله قويه جدا، احنا ما بنقولش ان ده هيحصل بس بنقول وارد التقلبات الجويه تحصل مره اخرى. صحيح. خلال ما تبقى من فصل الشتاء. طيب اخيرا يا دكتور، هل في اي مناطق هتشهد هطول امطار اليوم، وامتى ممكن نشوف امطار في القاهره؟ لا ما فيش فرص سقوط امطار اليوم ولا الايام القليله القادمه خلال فتره التنبؤ، ما فيش فرص امطار على القاهره ان شاء الله حتى الان. بدايه الاسبوع القادم او من منتصف الاسبوع القادم في فرص سقوط امطار ولكنها منخفضه على مناطق من سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري. تمام، احنا بالتاكيد هنتابع مع حضرتك كل جديد، وانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات الجويه بهيئه الارصاد، شكرا جزيلا لحضرتك. متابعينا دايما بنفكر حضراتكم بدرجات الحراره عشان الناس تبتدي تاخد بالها، وبننصحكم دايما بمتابعه اخبار الطقس ودرجات الحراره ايضا. خلينا اقول لحضراتكم درجات الحراره النهارده في القاهره العظمى 25 درجه والصغرى 13، الاسكندريه العظمى 22 والصغرى 14 درجه، مطروح العظمى 20 والصغرى 13، سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 11، هنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة. أما عن تطورات الشبورة وغلق الطرق، فالإدارة العامة للمرور كانت أغلقت العديد من الطرق بسبب الشبورة الكثيفة حفاظا على سلامة قائدي السيارات، وكمان شملت قرارات الغلق التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم طرق القاهرة أو طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق العالمين الصحراوي والإسماعيلية القاهرة، وأيضا محور 30 يونيو والطريق الدولي دمياط وكفر الشيخ. كمان تابعنا مع بعض صباح اليوم حادث تصادم 3 أتوبيسات بطرق الإسماعيلية والزقازيق بسبب الشبورة المائية الكثيفة على الطريق، واللي أدى لإصابة 65 مصاب، حيث كانت بتقل عمال شركة الاستثمار بالإسماعيلية، وده أدى إلى تصادم أتوبيس في شجرة على الطريق بينما سقط الآخر بترعة الإسماعيلية وهرب الأتوبيس الثالث عقب الحادث. طبعا يعني أعادت الإدارة العامة للمرور فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الرؤية التي تسمح بمرور السيارات وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات. احنا بدورنا بالتأكيد هنتابع مع حضراتكم كل جديد وسنوافي حضراتكم بكل التفاصيل. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا الخاصة بأحوال الطقس وتمنياتنا بالسلامة للجميع، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.